قانون واحد وغير المسلمين يطبقوا شرائعهم، انا ماليش دعوه بيهم طالما ان هم متحد الطائفه والمله. نعم. ليس لي عليهم اي سلطان انا ولا لي ولا انا مالي. نعم. هم عندهم شرائعهم. نعم. يعني مثلا اقباط ارثوذكس الاثنين انا اتدخل معهم ليه؟ هم عندهم شريعتهم اللي بتنظم احكام الطلاق. نعم. وما لم يرد في نص عندهم في اللائحه بنطبق زي الاعتراض على انذار الطاعه. ما فيش حاجه اسمها طاعه في قوانين المسيحيين الاقباط الارثوذكس الكاثوليك البروتستانت ولا في المسلمين. والله هو الطاعه دي حضرتك كلام عليها، عارف الطاعه دي لو يعرف الزوج انه الانذار ده اكبر غلطه بيعملها في حياته. ليه؟ لان الزوجه من حقها من خلال اعتراض على انذار الطاعه بتطلب الطلاق وتطلق اسرع من الخلع وبدون ما تدفع مهر. دي ماده قاتله اصلا. ليه؟ لانه ما هو كله راكب على بعضه، لان المشرع اهدر دور الحكمين. يعني اصبح ايه؟ بلا قيمه، حبر على ورق. يعني بعد ما كان راي الحكمين ملزم للقاضي اصبح غير ملزم. فانا جيت انا دبت حكمين وحكمت بالتطليق، فالتطليق من خلال الاعتراض على انذار الطاعه اسهل للمراه من الخلع. اسهل ليه؟ ولا بتدفع وبتاخد. طب يعني يعمل ايه الراجل يعمل ايه؟ طيب سياده المستشار الجليل، يعني اسمح لي معليك وبكل تواضع وادب جم اني اسال معليك. في كثير من احكام النفقات نرى عباره هي من فقه ابن حزم الظاهري ان الشقاق دليل على عدم الانفاق ويلقى العبء الاثبات على الزوج في مخالفه قاعده معاه في البيت وبيصرف عليها ومجرد انها تشاققه او ترفع الدعوه ينتقل عبء الاثبات اليه. هل هذا من الانصاف في شيء؟ هو حضرتك دعوى النفقه هي بتروح دعوى نفقه، يعني اذا اثبت الزوج، لا طبعا فيه اذا اثبت الزوج ان هي مقيمه معه وبينفق عليها دعوه بتترفض. لا انا بتكلم عن نقل عبء الاثبات. لا ما هو يعني ابتداء بتنقل عبء الاثبات عليه رغم مخالفه هذا للشرع. دائما وابدا بينتقل الطرف الاقوى، الست طرف اضعف في النهايه مهما كان. مش عايزين نرمي كل حاجه على الست، بس الست هي الطرف الاضعف. ما في الست هتروح ترفع دعوة على زوجها وهي ما هي بتروح. إذن يعني عزيزي المشاهد لا زالت المرأة المصرية تتمتع بتعاطف شديد من الجميع وأيضا نتعاطف معها. طيب فيما يعني أنا أغرب قضية مرت عليا يعني والحمد لله في المخرج معانا مداخلة من أي قانونيين حسب في مداخلات قانونية؟ طيب واحدة يعني مع الأسف رفعت دعوى خلع على زوجها وهي مقيمة معاه وعايشة معاه علاقة زوجية كاملة. نعم. وجاتني يوم النطق بالحكم تتوسل تقول لي والله أول ما يعرف أصلا، وأنا كنت عاملها كده وعملت له إعلان على مكان تاني ويعني تراجعت عنه وعملنا رجعنا الدعوة وقالت لي أنا مش عايزاه يعرف. قلت لها الحل الوحيد هنشطب الدعوة. ويعني أنا استغربت يعني، فهل هصبح الاستهانة بآية من آيات الله؟ ربنا بيقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فإن أنا أرفع قضية خلع وأنا عايشة معاه ده إن أنا بتخذ آية من آيات الله هزوا لعب. فعشان كده بنقول ان الخلع محتاج لتعديل. نعم. محتاج لانه ده عبث. نعم. يعني كده نعم. ندعو